اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. لو حضراتكم بتابعونا بصفه مستمره اكيد خدتوا بالكم ان احنا في الفتره الاخيره وقفنا احنا وضيوفنا اكتر من مره عند تفصيله معينه متعلقه بكولر ومساله التدوير اللي هو بيعمله باقتدار شديد جدا وبنجاح كبير، ودي حاجه لفتت انظار كتير جدا من الاهلاويه. وقلنا لكم في بدايه حلقتنا النهارده ان احنا الفقره الحواريه الاولى هنتكلم فيها عن العلم بيقول ايه فيما يتعلق بهذا الامر او هذا الملف اللي هو التدوير او الروتيشن بين اللعيبه، في ظل طبعا ضغط المباريات بناء على القياسات البدنيه والتخطيط العلمي للاحمال، لان في ناس ممكن تبقى فاهمه ان الموضوع ده بيدار بسياسه اللي هو يعني ايه بالدور مثلا او كراسي موسيقيه. الحكايه مش كده خالص، الحكايه وراها علم. هنحاول على قد ما نقدر نعرف تفاصيله من الضيف اللي منورنا وهو احد المتخصصين في هذا الملف، دكتور احمد سالم، مخطط احمال شباب اهلي دبي. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل استاذ كريم، وصباح الفل استاذه نهاوند، وان شاء الله ما نتخانقش النهارده. واحنا اتخانقنا المره اللي فاتت والله بنسى من كتر ما بتخانق. لا احنا عاملين قعده صلح المره دي، وهنتكلم بقى في موضوع الاحمال والتدوير وحاجات زي كده. صباح الهنا. بس هقول لك على حاجه، خلينا يا دكتور نبدا من البدايه خالص ونشرح اكتر، لان المصطلح ده دلوقتي كلنا بنسمعه اللي هو فكره الاحمال البدنيه والاخطاء اللي بيقع فيها المدرب او الدكتور المختص بهذا الملف، فبالتالي بيبقى تاثيرها على اللعيبه وحش جدا في الملعب وبالتالي السكور. خلينا نفهم يعني ايه فكره تقنين وتخطيط اصلا الاحمال البدنيه، وعلى اي اساس بيتم القياسات كمان. شوفي، واحنا يعني برضو دايما نضرب مثل كده عشان نقربها للجمهور. استاذ كريم، احنا عضله الفك دي مثلا المذيع بتاع الاستاذ الهويند او حضرتك بتتكلمه 1000 كلمه في الحلقه. فانا بدرب عضله الفك دي انها تتكلم 1000 كلمه في الحلقه مع تاخر شعور التعب. ده الحمل التدريبي. كويس. بعرضها لجهد، الجهد ده بيخليها تتكلم ال 1000 كلمه وما تتعبش. اوكي. يبقى كده اصبحت فورمه. كل ما يجي كل صباح جميل زي النهارده كده وما نتخانقش ان شاء الله. نقوم نتكلم. اكد كمان على المعلومه دي. نقوم هي قاعده ساكته اهي. اكد على المعلومه دي. ماشي. نقوم احنا نتكلم 1000 كلمه وما نتعبش. كده بقينا فورم ونكمل باقي الموسم بتاعنا قبل ما ناخد الاجازه بتاعتنا على هذا الريت. ده يتقال عليه تاهيل؟ ده يتقال عليه اعداد بدني. أوكي. التاهيل اللي هو اوسكار بنستخدمه افضل الجاير يعني. اللي هو بعد الاصابه ان انا باهلك انك تبقى زي الناس السليم. أوكي. فبحطك في نفس الاطار البدني ان انت ترجع فورمه زي الناس السليم. عمليه التاهيل بتيجي افتر انجاير بعد الاصابه. احنا في مواسم سابقه لو تفتكر حضرتك كان برضو كنت انت تقريبا لسه بتتكلمي في الحكايه دي امبارح، انا فاكر مع حد من الضيوف ان كنا بنقول في وقت من الاوقات ان في مستشفى الاهلي مش يعني من كتر الاصابات وتلاحم المباريات. طبعا الاصابات من حيث المبدا اكيد فيها جزء قدري. لكن هل الاحمال والنوع ده من الامور برضو ممكن يقلل من معدل الاصابه بتاع اي لاعب؟ لا، هو الجزء القدري يا استاذ كريم اللي هو لا يتعلق بالاصابات العضليه المجمعه. عندنا قاعده كده دايما انا اقولها، الاصابات العضليه المجمعه في نفس نوع العمل العضلي هي خطا في تشكيل الحمل. ده الجمله دي محتاجه تفسير. التفسير يعني ببساطه كده، احنا 20 لعيب في الفرقه. أوكي. لو 10 لعيبه من ال 20 دول اصيبوا في العضله الخلفيه نفس نوع العمل العضلي اللي هي العضله اللي عامله على النشاط. أوكي. واصيبوا نفس الاصابه دي مش قدريه. دي حاجه لها علاقه بان هم خدوا جرعه بدنيه زياده وبالتالي اتعوروا كلهم لانهم خدوا الجرعه مع بعض. هو الجزء القدري اللي كنت اقصد بيه اكتر الالتحامات اللي بين الخبطات يعني. دي بقى اللي هي واحد رباط صليبي واحد غضروف. انما ده بيحصل في الفرقه مش كل يوم. ومش كل الناس. صح. انما لما تبص تلاقي عندك 10 من 20 مصابين في العضله الضم، ده غلط، ده حمل زياده على العضله الضم وانا بشغلها فتعرضت لهذه الاصابه. يبقى بنقول القاعده كده اللي الناس كلها تحفظها، الاصابات العضليه المجمعه هي خطا في تشكيل الحمل. وده كان حاصل في مستشفى النادي الاهلي اللي حضرتك ذكرتيها. ان هو ده الكارثه المجمعه اللي هي خطا في تشكيل الحمل، اللي كان ايه اللي حاصل كمان؟ كان اللي بيرجع بيتعور تاني، اللي هي حته التاهيل، تاهيل افتر انجوري ما كانتش على نفس الريت بتاع الحمل البدني، لان الحمل لو مش سليم التاهيل افتر انجوري مش هيبقى سليم. وبالتالي كان سبحان الله، كان لو تفتكر كان احمد فتحي ينزل بعد الاصابه 20 دقيقه في الماتش ويخرج تاني يقعد له شهر. عصام عاشور كان ينزل ربع ساعه بعد الاصابه يقعد له شهر وهكذا. فهي نوعين من الشغل. الحته اللي هي بتاعت الحمل البدني بقى، ان هي اللي حضرتك بتتكلم عليها بتاعت كولر، هو كولر ده ذكي جدا لان هو تعامل مع الامر، هو ما رفعش درجه الحمل وما زودش الناس بدنيا، انما هو خد من كل واحد اللي يقدر يعمله. وبالتالي لو كهربا بيقدر يديني 60 دقيقه انا مش هديله 90، هاخد منه 60 واخرجه. بس عشان يوصل للمعلومه ان كهربا مثلا كذا وقفشه كذا وشناوي كذا عمل قياس
لما عمل قياس، ما هو القياس ده اللي بيحطني في الريتا. ده جهاز قياس ده موجود في النادي الاهلي اللي... ممكن مركز بره او يدخل يعمل شويه قياسات في التكنولوجي. هو طبعا متعاقد مع الشركه، اكيد اللعيبه لابسه جي بي اس الكاتابولت ده، وده من خلاله بيوضح المعدلات البدنيه. انت لما بتحط الشريحه دي في القميص الاسود اللي بتلبس اللي حضرتك بتشوفوه في التمرين وفي بعض الماتشات، ده بيبقى مرتبط باللابتوب بتاعي بره كمخطط احمال، وبقيس عليه الراجل ده يقدر يدي قد ايه ما يتعبش. ده من خلال بقى معدل ضربات القلب وحاجات، بتلاقي مسافات مقطوعه. هو جري مثلا في الماتش 10 كيلو، وجري في الماتش اللي بعديه 10 كيلو، وجري في الماتش اللي بعديه 10 كيلو، فانا بعمل له افريج في متوسط الجري، فهو ده متوسط الجري بتاعه اللي من خلاله ما يتعبش. أوكي. طب انا عايز اعلي. كولر بقى كان مدرب ذكي جدا، جه في وسط الموسم وكان في تلاحم. لو كان علا كان غلط نفس الغلطه القديمه، لان انت في فتره منافسات يا كريم، او في فتره ما انت شغال دلوقتي في البرنامج احنا شغالين اهو، ما ينفعش تدرب نفسك على حاجه لانك اوريدي شغال. انت بتدرب نفسك على في وقت جسمك بيستوعب فيه هذا النوع من التدريب. علشان تيجي في الحلقه هي دي فتره منافسات بقى. طب انت جاهز ان انت تدي كويس. هو تعامل بذكاء في الحته دي، وبالتالي عزيزي. انا ما كانش مطلوب ان انا اعمل فورمه رياضيه في الحته دي. انا عندي سؤال جنرال شويه، بعد كده هنخش طبعا للتفاصيل اكتر، بس ليه عمر اللعيبه في اوروبا بيبقى اطول؟ بمعنى ان انا بشوف اعتزالات بتبقى سن كبير. لا ده الجنرال ايديا او ده القاعده العامه عندهم. هنا عندي لا، سن 32 35 عمر اللاعب بينتهي. ليه؟ هو ده مرتبط بقى بالعلم اللي حضرتك قلتيه في اول الحلقه واللي الاستاذ كريم اكد عليه. كوره ما بقتش كوره، بقت علم. النهارده انا وانا بشتغل بعمل قياس، القياس ده بطلع منه ليفل اب تو ليفل اب تو ليفل. في عندنا هنا في مصر او في يعني في الدوريات اللي هي مش اوروبيه ما بيقيسوش توتال، بيتعامل مع الكيس على ان كيس. يعني هيجي مثلا بعد كولر حد هيشتغل بطريقه ثانيه، هيجي بعد مدرب المحل حد هيشتغل بطريقه ثانيه. وبالتالي هم في اوروبا بقى يا استاذ كريم من وعندهم 16 17 سنه القياس ده له اثر وماشي معاهم. يعني ما تلاقيش، انما انت مثلا النهارده النادي الاهلي، لو انت بصيت لمجمل لعيبه النادي الاهلي هتلاقيهم مدارس مختلفه، وكل مدرسه مش طالعه بنفس الشكل. لما تجيب ديانج مثلا في معدلاته جنب عمرو السوليه، مش هتلاقي نفس التارجت بتاع الجري، ومش هتلاقي نفس التكنيكال، نفس الاداء الوظيفي. انما انت لو بصيت ليفربول، لما بيروحوا ليفربول بيحطوهم في قالب بدني واحد، لازم كله يوصل للريت ده. لو تلاحظ على محمد صلاح التغيير حتى في حجم الكتله العضليه، لما بيقلع التيشيرت كده يحتفل بالهدف، بتلاقي الناس فضلت يا استاذ نهاوند تسال لمده 3 شهور ايه الثلاث فصوص في صدر محمد صلاح، ايه الثلاث فصوص اللي طالعين جداد في الجنبين دول، واخد بالك؟ فدي احنا بنسميها المروحه او العضلات المروحيه اللي هي بتطلع دي. على فكره دي بتعمل ثبات، بتحارب الانستابيليتي في السرعه، يعني بتخلي جسمك في السرعه مقاومه الهواء ليه اقل وبيبقى ثابت. السرعه الرشاقه للدرجه دي واصلين لادق التفاصيل. شوف دي بقى، لو اي لعيب عندنا في مصر مثلا قلع التيشيرت واحتفل مش هتلاقي الكلام ده. ليه؟ لان احنا مش واخدينها زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم، مش واخدينها قوي علم. انما احنا بنحاول، مع ان المفروض ان يعني بحكم التطور اللي طرأ علينا في الفتره الاخيره، وبحكم وجود جهاز للقياس زي اللي حضرتك بتتكلم عن تفاصيله ده، يعني ايه اللي منعنا ان احنا نواكب التطور وان احنا ناهل لاعبتنا؟ ما بيطلعوش يا استاذ كريم، كل نادي يبقى عنده الجهاز ده. ما هو كل نادي لو هو عنده الجهاز ده، الراجل ما بيطلعش متاسس صح. يعني المفروض الكلام ده في منتخبات مصر مثلا. عندي 4 فرق، في فرقه هتلعب اولمبياد اهو. المفروض الناس دي كلها تخضع للقياس وتمر بفتره من التدريب الرياضي، سواء جه كريم مسك او احمد مسك او اي حد مسك. هذا العمل البدني ثابت، بيخضع له كل 3 شهور قياس، بيخضع لنظام غذائي معين، بيخضع لحياه احترافيه كامله، علشان انت بعد 3 4 سنين تلاقي القوام ده مسمع بقى. جبت انت تارديلي، جبت كوبر، جبت اي حد، هو هيبقى ماشي على نفس الاطار البدني، ما يخرجش منه. لو الناس دي متجهزه بدنيا صح زي ما الاستاذ نهاوند قالت، هتبص تلاقيهم مع اي مدير فني بيلعب 90 دقيقه وعنده استعداد يلعب كمان 90 دقيقه بعد الماتش، هيتاخر ظهور التعب كتير وهيبقى فورمه. انما احنا كل واحد بمدرسته، وكل حتى في المنتخبات الوطنيه تلاقي مثلا بيقيسوا اول مره وبعد كده بخلص البطوله بنهي التجمع. لا، انا لو ربطت الجيل الصغير في المنتخبات القوميه ببطوله، انا مش هوصل لفوق.
عكس اوروبا. اوروبا واخدينها خطة طويله المدى، وبعدين عندهم في ليفربول مثلا عندهم 16 واحد فريق تحليل، التحليل الوظيفي اللي كنا اختلفنا فيه انا وانت. انا النهارده مش عايز، انا عايزك فعلا كولر ذكي وانا متفق معاه، وهي كان كلامها سليم 100% واجاد في استخدام ادواته. انما في حاجه اسمها تحليل وظيفي، انت ما تسيبنيش برضو وما تمشيش في النادي الاهلي وكهربا ما زال يقعد 60 دقيقه بس، ومحمد هاني ما زال شاطر دفاعيا بس، انا عايزه يجيد هجوميا ما يجيده دفاعيا، عايزه اللونج سبرنت اللي بيعمله رايح جاي ده ما يبقاش نص جهده مهدر، يعني ما يروحش جري يقطع 40 متر ويرجع تاني ويروح يقطع 40 متر ويرجع كده. كل لاعب منهم بمعنى بقى ان انت او معنى كلامك ان هو يبقى ليه كمان بعد ده يبقى ليه تدريب خاص، مركب فني بدني، لان البدني لما بيخدم الفني والخططي فانت بتلاقي لعيب مكتمل. انما النهارده علي معلول بيجري، علي معلول ما بيروحش الا لما يعمل كروس اوفر، ما بيروحش الا لما يشارك، ما بيروحش الا لما يعمل اختراق من العمق. اداؤه الهجومي زي اداؤه الدفاع او اجادته للموضوعين واحد. محمد هاني دفاعين كويس قوي، هجوميا ما بيروحش او لما بيروح ما بينتجش. فلازم كولر بقى من الذكاء ان هو لما عمل استخدم ادواته كويس وفنش الدوري بدري وافريقيا والكلام ده كله، ده جميل جدا. انما انا عايزك ما تسيبنيش في الحته دي، عايز ناس تعلى، وخصوصا احنا داخلين على الموسم الجديد في حاجات ممكن تبقى فيها مساحه للاختلاف في الرؤى. يعني مثلا في ناس ممكن تشوف ان لا، محمد هاني طبعا في الجزء الدفاعي لا غبار عليه، وفي الجزء الهجومي في ناس كتير ممكن تشوف انه بالعكس انه بينتج. هل بتبقى الرؤيه ممكن تختلف بحكم التخصص يعني؟ لا، هو تشوف دي يا استاذ كريم يعني ايه؟ تشوف كجمهور ولا تشوف وظيفيا؟ لا بتكلم، احنا بنتكلم بلسان حال الجمهور بشكل ضمني. لا، في حاجه بقى في التدريب الرياضي اسمها تحليل وظيفي، سكاوتنج. انا كمتعاقد مع شركه تحليل عالميه، الشركه دي بتدي لي ريبورت كامل بدني فني خططي عن مركبات الكره لهذا اللاعب وواجباته الوظيفيه. ما بتسيبنيش كده، يعني انا مش باجي اقول لك الكلام ده وانا دي رؤيتي، لا، ده بناء على تحليل. مش كل الانديه عندها ده، مش كل مش كل متعاقد، بس انا احسب ان الجهاز الفني ده مش كويس، مش صح، مش صح طبعا. لان انت كجمهور يا استاذ كريم او كمشجع او كراجل كوير برضو ممكن تتخدع في اللعيب، يعني ممكن تهلك ان اللعيب ده تعب جدا النهارده وهو تعب جري 13 كيلو مثلا اعلى معدل جري، بس لم ينتج فنيا فيهم. يعني هو رايح جاي رايح جاي، راح خمس مرات اهو، قطع 500 متر كيلو مثلا، نص كيلو، نص كيلو ده ما فيش فيه منتج فني. عمل تحديات هوائيه، عمل 20 جامب، كل ما يطلع جامب باخدش الكوره، بس هو بيطلع الراجل ما عمل يعني اللي عليه، مجهود مهدر على الفاضي، جهد مهدر. طب حضرتك من شويه وانت بتجاوب على سؤال من الاسئله استشهدت بليفربول وقلت ان في ليفربول هم كل اللعيبه على نفس المستوى وعلى نفس الكفاءه ونفس القدرات الى اخره، واللي تم تظبيط انجاز التعبير الكل على نفس الموجه بدنيا بطبيعه الحال. وقبل منها بشويه كنا بنقول ان كولر، وانت شفت ان ده ذكاء منه، ان هو ما رفعش المعدل الاحمال على اللعيبه، وان هو خد القياسات وعرف يوظفها صح. اللي يقدر يجري 50 دقيقه بيلعبه ال 50، اللي اخره 30 بينزله ال 30. انهي الاصح، ان انت ترفع كفاءه الكل لنفس المستوى، ولا ان انت تحسن استخدام او استغلال المتاح في كل لاعب وتوظفه صح في التوقيت الصح؟ ما هو حسب انت جاي في انهي فتره. في حاجات انا ينفع اعملها زي ما حضرتك بتقول كده جوه فتره المنافسات، وفي حاجات ما ينفعش. وهو كان من الذكاء ان هو ما حاولش يعمل كل حاجه في 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 اثناء اللعب او اثناء، لان هو كان انت قدر النادي الاهلي دايما ان ما بتلاقوش بطوله واحده، تلاقي في الدوري مع افريقيا مع الكاس مع بطوله عربيه مع طبعا. فانت النهارده وانت جاي تمسك لما بتعمل قياس بتشوف انت تقدر ترفع في 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 في, 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 في الوقت ده ولا لا. التوقيت اللي انا ماسك فيه يا استاذ كريم مهم جدا. طب انا النهارده خلصت موسم، هو خلصت افريقيا، خلصت دوري، خلصت كاس، أوكي. عندي بقى فتره اعداد. فتره الاعداد دي هي الفتره اللي انا بقول اقدر ارفع فيها المستوى زي ما حضرتك بتقول كده. يبقى اقدر اوفق بين الحفاظ على ما تم اكتسابه واكتساب فورمه رياضيه جديده. طب انا لو ما قدرتش بقى، لو ما قدرتش في فتره المنافسات، هيبقى عندي فتره الاعداد ان انا اقدر اعوض فيها الفاقد لدى ناس وما اشتغلش على عناصر بدنيه اوريدي موجوده. يعني السريع ما اشتغلوش على السرعه، بس احنا بالمنطق ده ما شكلناش هيبقى متاح عندنا فتره اعداد ابدا، لان احنا من بطوله لبطوله، يعني ما بتجيش الفرصه دي قوي لعيبه الاهلي. انا خلي بالك احنا اسقاطنا مش على النادي الاهلي، انما هو قدر النادي الاهلي انه بطل، وقدر النادي الاهلي انه نص فرقته او ثلاث ارباع فرقته في المنتخب، وغير المنتخب
لو انت بصيت لثلاثه اربعه من لعيبه النادي الاهلي اللي هم على المنتخب الاولمبي في الـ في الـ في الـ واساسيين، مش ثلاثه اربعه ده يمكن خمسه سته. فالنهارده الناس دي كلها، ده جيل 2003 في النادي الاهلي وجيل 2001 في النادي الاهلي اشتغلنا معاهم يعني بطبيعه الحال كمخطط اعمال للنادي الاهلي قبل كده. فالولاد دول طلعوا وراحوا الفريق الاول وجم على الاولمبي وشويه وهيلعبوا في الفريق الاول في المنتخب الاول وشويه جاي لهم احتراف، فانت ده قدره. انما الميزه في النادي الاهلي ان دايما بتلاقيهم في حاجه في النادي الاهلي بتعوض الروح. يعني روح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي وتربيته في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيخليهم دايما مختلفين او دوافع البطوله عندهم كبيره، وبالتالي حجم الجهد كبير. وده خلي بالك مش تدريب، ده موروث. يعني بص لاي لاعب في النادي الاهلي، بص هو بيلعب وطلع له سكاوتنج، اعمل له انستات مثلا وطلع له سكاوتنج، وبص لاي لاعب تاني هتبص تلاقي معدل الاجاده عنده حتى لو هو وظيفيا ضعيف عالي. بياخدك ده لان هو لما بيلعب ثلاث بطولات بتلاقيه كفاءه، وهو وحش مقبول زي ما انت بتقول كده. الجمهور مش شايف ان محمد هاني عامل كل حاجه. محمد هاني اللي انت بتتكلم عنه يا كابتن احمد ده احلى لعيب في الفرقه. طب انا بكلمك بقى وظيفيا، ده الاختلاف اهو، اختلاف جه لوحده. انكش انكش انا بكلمك انكش. انا قاعده ساكته وده اساسا نادر، وهسيبك يعني دي من الحلقات او الفقرات النادره اللي ببقى قاعده ساكته بس هسيبك مش هتكلم. اتفضل. هو انا هو فعلا الجمهور شايف ان هو مليون في الميه. انما انا لما اجيبه قدام الفيديو ديانج مثلا، تقول لك ديانج قطع نفسه الماتش اللي فات والماتش اللي قبله، انما تخيل ان ديانج فاقد 32% من فورمته، فورمته الفنيه. اوكي. الباص الميس باص عنده عالي جدا. فلازم ده اكتيفه مع الجهد البدني الخارق لديانج. طب رايك ايه من اللعيبه دلوقتي اللي ينطبق عليهم الرؤيه اللي بتتكلم على اساسها، فكره تطويرهم بدنيا وفكره الاحمال فعلا جايبه نتيجه ايجابيه عليهم لما تم التركيز عليها من قبل كولر وفي بروجرام او في يعني برنامج ماشيين عليه، مين من اللعيبه اللي ملاحظ ده قوي معاهم؟ اللي اعادك شوف بقى السؤال ذكي. طب انت يعني قول لنا بقى، طب هو عمل حاجه ولا ما عملش؟ اقل حاجه لا هو بقى يعني احنا يحسب لكولر بقى في استعاده الصفات الفنيه والخططيه والبدنيه ل دي حاجه متلاحظه يعني الناس كلها بتتكلم عنها. بس انت لازم انا اقولها بقى بس اسمعها يعني اسمعها منك مثلا. يعني في ناس ممكن تبقى اجابتها على سؤال نهاوند ده حسين الشحات، بيرسي تاو، والناحيه الثانيه بيرسي على فكره، وديانج كمان. هو ديانج وظيفيا قالل في الميس باس. انا هو كلاعب نص ملعب المفروض ان انا لما بقطع ببني هجمه. الحته دي عنده قله شويه، انما هو الاجابه بقى على استاذ هوند في السؤال ده زي ما حضرتك قلت كده. حسين الشحات وبيرستاو عاليين جدا مع كولر. ليه؟ لان اعاد توظيف قدراتهم لخدمه الفني والخططي. وبقى سبحان الله بقى يشكلهم. يعني مره يجيب حسين الشحات من تحت. ايوه صح. ومره يجيبه في نص الملعب. ومره يقول له تعالى طرف ملعب شمال. ومره بيرستاو يدخله نص الملعب. ومره يديله حريه حركه في نص الملعب كامل. طب. وده بيجهده على فكره. ومره يقول له لا خليك في ال 30 متر بس، تلاقي ديانج ياخد الطرف ويعدل اللي جايبه وشه ما يعملش حاجه. وتلاقي الشحات يعمل وديانج يخش راس حربه يجيب جون. شفناها في ماتش الوداد مرتين هنا وهناك. العكس، ديانج عمل حسين وحسين عمل تاو، عمل حسين وحسين عمل تاو. فالقصه هو ده فعلا كولر بدا وظيفيا يشغل الجناحين بتوع النادي الاهلي لخدمه الفريق ككل. واللعيبه كمان بدات تلاحظ، وده مش كلامي بالمناسبه، تعليقات كتير جدا من النقاد الرياضيين وغيرهم بيقول لك الاجهاد او الجهد البدني ما بقاش واضح على اللعيبه زي ممكن اقارن مثلا اقرب حاجه الموسم اللي فات. لا انت بتشوف لا فعلا اللاعب نازل ال 90 دقيقه او ايفن 90 بلس، اللاعب في كامل قواه البدنيه. ما هو لان هو زي ما قلت حاجة، هو ذكي ما بيرهقش اللاعب. والروتيشن ده مهم جدا يا استاذ كريم، ان انت يبقى عندك النهارده لعيبه انت عارف انه لو لعب 90 دقيقه ولعب 90 دقيقه بعد ثلاث ايام هيتعب. مش هيديك باقي الاسبوعين الجايين. فهو بيعمل ايه؟ بيديله اللي انا خلاص انا محتاج بيرستاو العبه 60 دقيقه، والماتش اللي جاي مش مهم بالنسبه لي ان انا العبه، ده انا عايزه في قبل نهائي افريقيا. اقوم اعمل ايه؟ اقوم اريح تاو. تعالى حسين الشحات اديك نص ساعه تبقى ان فورم، لانه لو ريحه مش في روتيشن هيفقد فورمه. انا بريحك وانت واصل للتوب فورم، او واخدك شويه وانزلك تاني، واخدك شويه عشان ما تنساش الكور وانزلك تاني. الروتيشن وهو حرفي جدا 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 في التدوير واستخدامه، لان التدوير قصه واستخدامه قصه تانية. طيب في عباره شهيره جدا ومن ضمن موروث عظيم لجماهير النادي الاهلي عبر الزمان،
روح الفانيلا الحمراء. احنا عايزين نعمل مقارنه كده بين، وده تعبير مجازي اللي هو روح الفانيلا الحمراء، بالمقارنه او في الكفه الثانيه هنحط قصادها العلم. هل الروح القتاليه اللي موجوده عند كل لعيبه النادي الاهلي ممكن في وقت من الاوقات تتفوق حتى على الاعداد البدني؟ يعني ممكن وانت نازل وانت تعبان وماتشات ورا بعض و و و و ومسافر وب 16 ساعه رايح وزيهم راجع الى اخره، لكن لمجرد ان انت نزلت الماتش ده وانت بتتمتع بالروح القتاليه او روح الفانيلا الحمراء بنسبه 100%، هل ده ممكن يوازن الاعداد والتاهيل والاحمال والحاجات اللي زي كده؟ لا ده كتير بيحصل، يعني كتير النادي الاهلي بيبقى في عز تعبه بيتالق في بلاس 90 وبيتالق في اخر 10 دقائق، وده لان الاهلي عنده زي ما قلت لحضرتك كده، عنده دايما كل لعيبته عندها جينات الخوف، الخوف من الهزيمه او الخوف من الفشل او الخوف انه ما ياخدش بطوله. زي ما انا كنت ضربت مثل مش فاكر فين تحديدا، قلت ان النهارده واحنا قاعدين اهو كلنا مش قادرين نجري، بس احنا ممكن نجري من هنا لغايه لو حاجه هجمت علينا، لو احنا اسد دخل كلنا هنجري، في مش قادرين نجري، بس ده ادرينالين الخوف. الخوف بقى في لعيبه الاهلي من ايه؟ من الهزيمه، خايف من جمهوره، خايف من حساب انت ما ينفعش تخسر، انت بتلعب الزمالك لا لازم نكسب احنا الاهلي. هو دايما روح البطل بتفرق في العوامل البدنيه يا استاذ كريم، وخلي بالك لها علاقه بالعلم، لان فيسيولوجيا انت لما ادرينالين الخوف ده بيفرز في الجسم، من خوف بقى من اي حاجه، لما الخوف من الفشل نفسه لما بيفرز في الجسم بيديلك قدرات غير طبيعيه في جسمك انت نفسك بتكشفها وبشكل مؤقت، ما كنتش حاسسها الموقف في نفس الكيس في نفس الموقف. فده بتلاقيه مثلا الاهلي بيلاعب المحله ومحتاج الثلاثه بونت، والثلاثه بونت مهمين جدا، والنتيجه 0-0 من الدقيقه 80 للدقيقه 90 والوقت بدل الضيع لو 5 دقائق مثلا 95، بتلاقي في الربع ساعه ده اهلي تاني خالص غير اللي انت شفته من دقيقة 1 لدقيقة 80، لأن دوافع الفوز عنده عالية جدا، وبتلاقي المحلة من الدقيقة 80 للدقيقة 95 محلة تاني خالص، ليه؟ لأنه عايز يطلع ببونت، فبيحافظ على ما بتلاقيهوش نص ملعب النادي الأهلي، عشان كده يقول لك تقسيمة، الأهلي بيلعب تقسيمة، وهم نايمين في ال 18، هم نايمين في ال 18 لأن هو عايز البونت، والأهلي نايم قدام الجول لأن هو عايز التلاتة بونت. فكلامك سليم مليون في المية، وخلي بالك ده علمي مش علمي، لا ده علمي سليم مليون في المية، لأن الخوف من الفشل أو البحث عن الفوز، البحث عن اللقب، أو خوفك من الجمهور اللي عمال يزعق ويقول لك بينتحر علشانك. أنت بتبص للجمهور الأهلي تكتشف الحالة اللي موجودة في لعيبة الأهلي. لو بصيت للشباب وهم شغالين التالتة شمال والحاجات الجميلة بتاعتهم دي أو دخلاتهم أو دايما يجيبوا كده، يقول لك نفسيا انا اجيبك ابص قدام التلفزيون بص شوف الولاد دول بيعملوا ايه، والمدرب الشاطر اللي فيسيولوجيا يعامل اللعيبه كده، بص شوف الولاد دول بيهتفوا ازاي كده، ده بيهتف عشانك لما بتحضرهم قبل كده الماتش الوداد، واعتقد ان ده حصل ونفسيا حصل، شوف الناس دي بتعمل ايه عشانك. فما ينفعش تخذله، فما ينفعش انت تخذله، وما ينفعش ما تبقاش زي ما بنقولها بالبلدي كده راجل راجل في الملعب، لازم تبقى راجل في الملعب على قدر الايه المسؤوليه. فده بيستدعي كل قدراتك الفسيولوجيه الداخليه اللي مش موجوده حتى او اللي موجود منها حاجات بسيطه بتحضر وقتها. طب الضغط اللي بتعرض ليه بناء على الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي، لان ده ممكن برضو يترجم بضغط على اللعيبه بالمناسبه، يعني ممكن ان انا اكون مضغوط اكتر لما اشوف حاجه زي كده عشان المسؤوليه بتبقى اكبر، ده ممكن ياثر سلبي ولا ايجابي، ولا هي قصه عليها علاقه بكل شخصيه وكل لاعب ليه شخصيه مختلفه؟ ده سؤالي رقم واحد. رقم اتنين، اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده دلوقتي ما كانش موجود في الاجيال القديمه. الاجيال القديمه كانوا بيلعبوا عادي وبيتمرنوا وممكن مع نفسهم، ما كانش فيه سيستم، ما كانش ولا فيه حاجه ولا اجهزه قياس بس ما كانش فيه النتائج السلبيه اللي هي دلوقتي موجوده، اللي احنا بنحاول تداركها عن طريق التكنولوجيا اللي دخلت الرياضه. ففسر لي دي، لان فعلا ملهاش تفسير. السؤال الاولاني اللي هو بخصوص القياس الضغط، الضغط، انت حضرتك قلتي ان الضغط على اللعيبه ده حسب كل شخصيه. لا ده حقيقي. فاتي ايه؟ فردي انا سمعت. ده حقيقي، لان كل لاعب فعلا لما بيتعرض للضغط للشخصيه بتاعته صحيح. بس هو شخصية النادي الأهلي في الآخر كل اللي بيلبس تيشيرت النادي الأهلي بيبقى موجود بياخد من المجموع وبيغلب عليه صفة المجموع. أوكي. الضغط صحيح فعلا ساعات يا أستاذ كريم بيبقى
سلبي وبيخليك بيخرجك بتوصل لحدود ان انت خلاص تهت. انت عايز تعمل كل حاجه والدنيا زرقت عليك والنهارده مش يومك، فبالتالي بيخليك ضغط سلبي حتى لو انت بدنيا جاهز. حتى لو انت بدنيا جاهز بالظبط، انما ده مش في كل الاحوال، لان شخصيه البطل دايما بتغلب القهر السلبي. السلبي ده بيبقى ان كيس، يعني حاله واحده، ماتش واحد اثنين، انما طول الموسم الاهلي بيتفوق على نفسه بدايه الدقيقه 80 كوي. او شخصيه البطل بتتفوق بدايه الدقيقه 80 للعوامل اللي انا قلت لسيادتك عليها. فيما يتعلق بقى بزمان ودلوقتي، هم زمان اصلا العادات الصحيه والعادات القوميه والتغذيه غير دلوقتي. كانت غير الحياه كلها يعني. يعني انت النهارده كنت بتلاقي الكباتن زمان كان عنده استعداد يجري 120 دقيقه. ليه؟ لان اوريدي زمان ما كانش فيه كويك برجر. قصدك الفاست فود والحاجات دي اللي دخلت، هي دي السبب يعني؟ زمان كان يعني انا فاكر مش زمان قوي يعني، انا احنا في كليه التربيه الرياضيه كان عندنا مثلا اختبار العاب قوه. الاختبار ده هنجري ضاحيه 6 كيلو، اشتري كيلو اللبن واخرم الكيس من الجنب كده واشربه كده، ولا غلي ولا. وده كده صحي؟ ما هي ده بكلمكيش صحيا، انا بكلمك على كان بيحصل. ده كان بيحصل لو قسنا زمان اللعيبه بتوع زمان كانوا بياكلوا ازاي وبيعملوا ايه صحي، مش هن... بس فعلا هي معادله غريبه يعني. زمان ما كانش فيه كل اللي بيقدم دلوقتي للعيبه، رغم كده كانوا لعيبه لها قيمه ولعيبه ما بتتعبش وما فيش اجهاد بيبان بسهوله وبيكملوا الماتشات. بس برضه ما كناش زي اوروبا يعني. حتى بس الجاب كانت اوسع من دلوقتي ولا زمان كانت الجاب قريبه؟ لا ما كانتش قريبه، بس احنا بقول لك زمان كان يقول لك اللي هو اللعيبه بتوع زمان في الاكل حتى كان ما فيش يعني السمنه البلدي دي، الحاجات اللي هي دي كلها العادات الصحيه السليمه مع العادات القوميه السليمه، ما كانش في سهر، ما كانش في مثلا يعني. افتكر لعيبه النادي الاهلي ما كانوش بيصيفوا في المالديف، ما كانوش بيروحوا باريس. بس هو مش غلط ان انا صيف في الاجازه بتاعتي يعني. لا ده مش غلط، ده على مستوانا كده احنا ما ولا احنا كده هنتخانق. لا انا ما اقصدش، انا اقصد ان زمان كانت العادات الصحيه والعادات القوميه وعادات التغذيه نفسها ما كانتش محتاجه ان انا اجريه. هو اصلا لما كان بيجي يتمرن شويه في استاد تيتش مع المهارات زمان كانت غير دلوقتي. يعني عايز تقول في قدر من المسؤوليه كان زمان عند اللعيبه اكتر، وبقى في دلوقتي تكتيف. يعني انا النهارده بقيت انت مقيد ان انت تنفذ لي طرق لعب. برضو اللي جم الاجانب فايتسا والناس اللي قبل كده دي. الاسماء دي جت مصر طورت اللعبه شويه، بقتش لعبه بلدي اللي خطيب ويرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه يجيب جول. طب ما هو الخطيب لو مش موجود هنعمل ايه؟ هتبقى مشكله. فهي احنا الاجانب لما جم طوروا الكرة شوية، طوعوها لخدمة الخططي. الكرة لما خدت شكل خططي دلوقتي في ناس كتير جدا تقول لك ده دلوقتي أمتع من زمان. دلوقتي احنا بنتفرج على ريال مدريد أحسن من زمان. وبنتفرج على الأهلي أحسن من زمان. مش في كله بصراحة يعني، ولا ريال مدريد ولا حتى منتخب إيطاليا يعني. لا في لا ده أنا بكلمك رقميا. أنت بتبص لها كأنها كانت كرة حلوة. أو كان كانت كرة جميلة. في المشاهدة يعني. بس كانت فردي. يعني تحس كان الدارج زمان في كل العالم اللعب الفردي اكتر من الجماعي يعني. لو كنت بتتفرج على الارجنتين ما تستحملش تشوفها من غير مارادونا. انت قاعد عشان مارادونا كان نجم اوحد الى حد لو جبت يعني. ماتش قديم بصوت الكابتن محمود بكر كده ومارادونا مش في الفرقه مش هتستمتع. مش عايزين برضو نستغل فرصه وجودك معانا وتعرفنا انتوا بتعملوا ايه في اهلي دبي فيما يتعلق بمساله الاحمال والتاهيل والتجهيز وحاجات زي كده. احنا برضو شغالين يعني بالعلم بنعمل قياساتنا اول موسم وبنشتغل عليها. وحتى واحنا لما رحت لهم في وسط الموسم اللي برضو يعني عملنا قياس واحد او اثنين برضو عشان ما ناخدش الناس، لان كان في وسط الموسم دوري وكاس، وانت عارف ان الاهلي في كل حته برضو هو بطل. الحمد لله احنا ختمنا يعني اول دوري محترفين فريق الاول، وعلى مستوى الفئات السنيه حتى الرديف برضو الاول في الدوري الاماراتي 17 16 15 كله ده واخد دوري وكاس الحمد لله. جميل. فالناس برضو احنا اتذاكينا زي كولر كده. اشتغلنا على فتره منافسات على اللي موجود. شاف اللي بيدي مثل بكولر يعني. وعملنا ما تسيب الراجل في حاله. الله في من المره اللي فاتت برضو. لا انا عاجبني ذكاء المدرب في ان هو يستخدم ادواته. طبعا دايما احنا ده المفروض. المدرب اللي بيطوع ادواته لخدمه فريقه ده بيبقى شاطر. ما يجيش حد مثلا يوقعك. ما يجيش حد يقول لك لا احنا لازم نرفع الناس كلها زي بعض. وفترة نفسات ما حدش مستحملك. واحنا بالمناسبه على صعيد المنتخبات بقى، المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول،
الى اي درجه مواكبين التطور العلمي اللي حاصل في مساله القياسات ومساله زي الانديه؟ والله انا شايف ان المنتخب الاولمبي شويه يعني كورته حلوه، مساعده على كده القماشه اللي موجوده، وتحس ان هو المدرب يعني بحسه كده قريب بالفكر الاوروبي. اوكي. وبس برضو محتاجين ان احنا يعني المنتخب ده محتاجين نبني عليه، محتاجين نعمل حاجات كتير جدا زي ما انا قلت لحضرتك كده، محتاجين نحطه سنه واثنين وثلاثه في قالب بدني واحد، في قياس واحد، خطه تتعمل من دلوقتي لاولمبياد باريس. بعد اولمبياد باريس سنه واثنين وثلاثه هتلاقي المنتخب ده فارق جدا. وما يروحش كاس عالم بس، ده هيروح ويبقى رقم في المعادله. لو اشتغلنا عليها يا استاذ كريم، عشان ما نجيش نقعد مع بعض بعد اربع سنين وتقول احنا كان عندنا منتخب وتاهل الاولمبياد ليه اخفقنا؟ لو اخفقنا لا قدر الله هيبقى اخفقنا لاننا ما استخدمناش العلم في تطوير الحاجه الجميله اللي موجوده دي، زي منتخب لو تفتكر بتاع حسن شحاته اللي كان عماد متعب، عمرو زكي، رضا متولي. كان المنتخب ده كان بيكسب، كسب البرازيل وكسب انجلترا العصر الذهبي 17 سنه. المنتخب ده بتاع 17 سنه ده لو بنينا عليه كنا اتفرجنا على رقم في المعادله في كاس العالم. عايزين نستخدم دي على الاولمبي اللي هو اقرب شويه للامل، ونبني عليه 3 4 سنين، نحطه في حياه احترافيه كامله، نصرف عليه. ما احنا كده كده بنصرف وكتير بنصرف ومفيش مردود، فنصرف عليه كويس، نحطه في حياه احترافيه كامله كويس، هتلاقيه بعد كده رقم معاك في المعادله في البطولات الجايه ان شاء الله. كويس جدا. طيب عشان الوقت تقريبا بيخلص، خلينا نتكلم بس في اخر نقطه. انا دلوقتي عايز اسالك على رؤيتك من وجهه نظرك كمان لفكره ان انا ببني جيل جديد، قاعده الناشئين وغيره. هل انا المفروض ابدا بالكلام ده من قاعده الناشئين والاكاديميات، ولا انا الموضوع ليه سن معين عشان برضو نبقى فاهمين؟ لان مش كل الانديه هيبقى عندها القدره الماديه ان هي تطبق ده كمان مع الناشئين والاكاديميات. ما هو القدره الماديه مش يعني انا ما بتكلمش على الناشئ، انا مع ان الناشئ ده البيز باي ذا واي. اه بتكلم على الناشئ في الاكاديميه، ده حاجه، وناشئين الانديه حاجه ثانيه. النهارده لو النادي عايز يتبنى مشروع، في نادي بطل يقول لك انا هصرف على الراجل من هو عنده 13 14 سنه، هيطلع لي 17 و18 سنه قوام فريق اول كويس. وفي نادي يقول لك انا اشتري لعيب جاهز، وفي نادي يقول لك انا مرتبط باللي موجود، يعني لازم اخد البطوله دي. فهي بتفرق، بس الصح ان انا اعتمد على قاعده الناشئين بتاعتي. الصح ان انا اجي على جيل زي ما انا قلت لحضرتك كده، جيل كويس قوي في النادي وفي امل ومرفوع لتقارير فنيه من قطاع الناشئين مثلا، ان الجيل ده على الاقل في 10 هيبقوا مستقبل النادي، واشتغل عليهم الجيل ده، اشتغل عليه اعده سنه واثنين وثلاثه واصرف عليه. الجيل ده صدقيني هيوفر لك كتير جدا بعد كده بقى، بعد كده وهيفرق. طب احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. لا سعيد بيك جدا النهارده الحلقه هاديه. والله انا هاديه والله في العادي. نورتنا يا دكتور احمد والله. اجازتك هتخلص امتى وترجع؟ ان شاء الله بامر الله على اخر الشهر كده، في انتظار العقد الجديد يعني. ان شاء الله على خير باذن الله. نشكر حضرتك ونشكر حضراتكم على متابعتنا الفقره دي. هنروح فاصل ونرجع للفقره الثانيه، تكون منورانا الناقده الرياضيه من عمر خليكم معانا.